والله جو طبقوا السيارات مالتهم هنا نزلوا فلشوا الرصيف كلته هذا يشيلون فتحة تسوي 30 40 وداروا راسهم ومشوا هذا ما نعرف نريد نصبي حدايد ما نقدر نسوي حدايد نريد نصبها ما نقدر نصبها سيارة الساعة حال نحن بعد ما شلناها هذيك الصفحة كلها شلناها سيارة إذا تطلع فوق نشتغل بيها ما نقدر نشتغل بيها ووقف جوا سيارة ما يقبل المرور يا الساعة شلون نحن شلناها نحن كالتنا نحن جبنا عمال ونحن جبنا دمبر ونحن جبنا لمينا وشلناها على حسابنا والحكومة فلشتهم مشتوا والله معاها ما تعرفون ليش ما حد يعرف محتاج طبعا طبيعي دحك بس أغادي كلها السواقي كلها كسر صارت هيك والوسخة كله تكوم ويومين نحن ننظف ونعطي مال البلدية كراشة بس نحن ننظف نحن ننظف طبعا هم ما ينظفون والله جو كسرنا رصيف والوسخ ما يشيلون نوا واحتاج تبليط وتنظيف يعني ايش كل يعني ظلمنا بالرصيف كسرنا على عافون وراحوا والله نحن قمنا نحن شلنا الانقاذ تعاوننا على المحلات شلنا الانقاذ كلها احنا اي والله دعقس على حتى اذا تلاحظ البلوك اللي حد بعد اثره جو كسرونا وصوروا وراح المخزن ما نعرف يعني ما نعرف ايش فلش صفحه صبحت لك عفوا ما نعرف ايش السالفه تبليغ منين ما نعرف تبليغ منين ايش ما اثر عشان وين دحق وين كان قبل وين جسدها نحن مسوي نحن ننظف نحن دعق الوسخ وقلنا لهم قالوا يابا تبليغ هذا بس ما نقدر نسوي نحن لا رصيف لا رمبة ما نعرف شو حنسوي سوي قالوا سوي حديد ما نعرف خاب يسوي حديد باشا مشوي لنوا محلاجي تنظيف الساقي كلته وقسم بعض الشارع يبلطوه حفر فيها نقر لأن المجرى مال الماء كلته تنسد وتطلع على الشارع ساقي رفيعة فنسوي منكم يعرضوها حتى يمشي الماء يجري حتى لا يرضى سارة ولا تصير نظافة ايه شهادة الضريبة تحولت نقلت على الفيصلية المجرى مال الماء الساقي عرضوها كسروها وعافوا الوسخ مالها لا شالوها ولا رجعوا صبوها وبقت على حالها